النهارده بقى معانا ابراهيم سعيد، اجن لعيب كوره جه في تاريخ مصر، لكن في نفس الوقت اطيبهم. ابراهيم الناس بتعرفش عنه ان هو شخص طيب جدا، شخص بي بي بيحب الناس، بقى عنده سلام نفسي انا مبسوط منه جدا. هنعدي على ابراهيم، احنا داخلين عليه اهو، وهيقعد يتكلم معانا، واشوفكم بعد شويه مع ابراهيم سعيد. اهلا. ازيك يا عالمي؟ لسه كنت بتكلم عليك. تقول ايه؟ بتاعت في امي يا كده. لا والله خالص، ده بالعكس، بقول ان انت كنت سايبني من الحزام عشان انت بتجري. لا عشان الحزام حلو. الحزام جميل، بيربطك. بيربطني لازم. ابراهيم. نعم يا عالم. لما حد بيقول لك ان انت ضيعت نفسك، ولا انت كنت المفروض تعمل احسن من كده، ولا انت شفت اللي انت عملته في نفسك وداك فين، هل انت مثلا بتشوف ان ده في جزء منه ان ناس عايزه تقلل منك، ناس عايزه تنزلك لتحت؟ يعني مش هقول كده، يعني ممكن وصل للاعلام لابراهيم سعيد عن للناس بشكل مختلف غير اللي حصل تماما. يعني انا يعني مثلا كتير جدا ما بيتكلموش مثلا وانا في الاهلي كنت ايه الوضع اللي انا كنت موجود، او الظروف اللي انا كنت فيها ساعه لما كنت في النادي الاهلي. ما اتكلم في حاجات كتيره ما اتحكتش. يعني الحمد لله في الفتره حتى اللي كنت فيها في الاهلي تقريبا ما كانش فيه غيري انا وحسام غالي وعصام الحضري وخالد بيبو، مع احترامي لكل اللعيبه، بس احنا كنا نجوم الفرقه. برضو ما كانش عندك حجم النجوم اللي كان موجود في الفتره اخر 6 سنين اللي هي بعديها يعني انا لما مشيت من النادي الاهلي تقريبا ما كانش فيه نجوم غير زي الاسماء اللي انا قلت لك عليها. بعد ما مشيت ممكن في حصل دعم زي ابو تريكه، محمد بركات، في اسماء كثيره جدا انضمت للاهلي شالت النادي الاهلي. ما هو الاهلي جاب الاسماعيلي يعني. يعني برضه الاهلي جاب يعني 4-5 لعيبه يطلع عين ابونا. لا 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 اللي انا هو اعلاميا وصل غلط. يعني انا برضو مقدر الجيل الجديد لان هو ما تابعش ابراهيم ولا تابع ميدو. يعني احنا في الوقت اللي احنا كنا فيه الحمد لله حققنا، والناس كانت منتظره اكتر، بس احنا الحمد لله حققنا المطلوب. وتقريبا يعني مفيش حد بياخد كل حاجه، هي كل مرحله ليها الوقت بتاعها وليها الظروف بتاعتها. ده انا كنت بقوله قبل. يعني احنا ما كانش عندنا سوشيال ميديا. صح. يعني احنا من وفي وقت من الاوقات برضو يا ابراهيم انا بقول ان ساعات اللعيب بيبقى محتاج ان هو يشتغل مع ايجنت كويس. مزبوط. او واحد بينصحه النصيحه الصح. صح. يعني انت برضو انا بقول ممكن في وقت من الاوقات اللي خلت مثلا يحصل لك دروب ايه، خلي بالك مش بتكلم على حياتك الشخصيه، انا بتكلم على قرارات كوره. صح. يعني مثلا ايه، ما كانش المفروض اروح الحته الفلانيه. صح. او كان المفروض اصبر في الحته الفلانيه اكتر. مظبوط. موضوع خلي بالك في السن الصغير. النصيحه الصح من واحد عنده خبرات. صح. ده بيفرق كتير جدا، عشان كده انا دايما بنصح اللعيبه الصغيره ابراهيم ايه، اختار الايجنت كويس اللي يشتغل معاك، عشان هو ده اللي هينجحك. بالظبط. مش شرط خلي بالك الايجنت اللي مش شرط الايجنت اللي يوديك نادي كبير. صح. لا، الايجنت اللي يديك النصيحه الصح. فانا عايز اخدك في الحته دي. صح. لو انت النهارده شايف لعيب صغير عنده 17 18 سنه والاتيتيود بتاعه او شكله شبيه شويه بينا واحنا طالعين، تمام ايه اللي هتقوله له؟ يعني لو انت بقى بعد ما انت عديت الكارير ده، انت هتقول له ايه اللي هتقوله له عشان خاطر يعمل حاجه وما يتعرضش للدروبس اللي ممكن هو كشخص ما يستحملهاش؟ مظبوط. بس هو اول حاجه طبعا يعني انا من وجهه نظري في الفتره اللي جايه ان لو في مواهب عندنا لازم تطلع بره. اولا في ظل الظروف اللي موجوده في مصر وفي الدوري المصري مش بيتطبق الاحتراف بشكل كويس، خلينا واقعيين. يعني كل دلوقتي باصص للماده، انا باخد ابراهيم او باخد ميدو بوديه نادي عشان اخد فلوس. صحيح. طب ليه ما نستغلش المواهب ديت من هم صغيرين؟ ودي يمكن انا كنت بتمنى ان يبقى كان الاول ما فيش محترفين، يعني ما كانش فيه غير في الوقت ده انت وكابتن هاني رمزي، كابتن احمد حسن مثلا. ثلاثة اربعة. دلوقتي انت عندك الاحتراف بقى بسهوله جدا، بس اهم حاجه فعلا انت قلت كلمه حلوه جدا، ان يبقى فيه ايجنت كويس بيقدر يرتب الموضوع صح، ان يوصلك لمرحله معينه ان انت عايز توصل للانديه الكبيره، بس هتوصل لها ستيب باي ستيب. صحيح. فانا شايف ان لو في مواهب عندنا، ومصر مليانه مواهب كتيره جدا، بس مش عارفه توصل. ف
فاحنا لازم نقدر الموضوع دوت ونقدر نوصل المواهب ديت ان يبقى عندنا 15 محترف و20 محترف في انديه في دوريات كبيره، لان احنا عندنا فعلا مواهب كتيره جدا بس مش واخده حقها. بس انا انت عارف انا كنت عايز اخدها من ناحيه ايه؟ انا نفسي حتى بقول لابني كده وبقول لكل اللعيبه الصغيره اللي انا بدربها كده، ان الموهبه وحدها لا تكفي، بالعكس الموهبه بتحط عليك مسؤوليه اكبر ان انت لازم تثقلها ولازم تشتغل عليها، لان ياما شفنا في مواهب كتيره جدا لما بتعتمد دايما اللعيب اللي عنده موهبه كبيره يا ابراهيم بيبقى متدلع شويه، بيبقى غصب عنه حاسس بنفسه. صح. وده طبيعي. صح. وعمرك ما تاخد على فكره من اللعيب الحته دي، لان هو ده اللي بيخليه شخصيه جوه الملعب. بس لازم اللعيبه تفهم الصغيره ان كل ما موهبتك تكبر كل ما دي مسؤوليه عليك عليك اكبر، ان انت على حسب بقى هو طموحه يا ميدو. صح. يعني هو الطموح بتاعه ايه؟ هل انا طموحي ان انا مثلا العب في اهلي او زمالك بس، ولا طموحي ان انا عايز ابقى زي ميدو مثلا ما كان بيلعب في الدوري الانجليزي زي محمد صلاح دلوقتي؟ ايه الفكر بتاعي؟ ما هو ده بيتحدد لك طموحه، الطموح بتاعك كشخص، انت شخصيتك ايه؟ هل هتقدر التشبع؟ التشبع برافو عليك، نقطه التشبع دي هو انت مهمة. انت عايز ايه جواك؟ ايه جواك انت نفسك تحققه؟ فلو انت عايز تحقق حاجه كبيره يبقى هتتعب، هتتنزل عن حاجات كتيره جدا. طبعا خصوصا دلوقتي هم الجيل دلوقتي محظوظ، احنا زمان لما كان بيجي لنا عقد احتراف وانت يمكن مريت معايا بظروف كتيره كان الناس جدا بتمسك فيه بيمسك فيك مش عايز يطلعك. دلوقتي بقت خلاص الامور الاحترافيه عدت بشكل افضل، بقت اسهل. احنا ايامنا كانت صعبه لان كان بيبقى متمسك بالنجم ميدو مثلا في الزمالك، لا احنا عايزين ميدو لان هو قيمه كبيره جدا جوه نادي الزمالك مثلا، تمام. ابراهيم سعيد كان عنصر مهم جدا جوه النادي الاهلي، فما ينفعش ان احنا نخرجه. صحيح، صح ولا مش صح؟ ابراهيم سعيد، ابراهيم سعيد على فكره الناس ما تعرفوش، انا وديته جنت وراح جنت لما لعب معاهم اول ماتش مع الـ مع الـ مع الفريق الثاني، يعني مع السكند تيم، لقيت الراجل الرئيس النادي ميشيل واجي جاي بيقول لي يا نهار اسود انا عمري ما شفت لعيب كده في حياتي. ابراهيم رحت اتفرجت عليه ماتش جنت واندرلخت، مسك العيال بتوع اندرلخت قطعتهم بهدلهم، حطيت جونين انا في الماتش، وجون مثلا كان في جون منهم مثلا من 35 يارده في الملعب في شوطه، وفي جون تاني تمريره. الراجل كان هيتجنن، المدرب جالي بتاع السكند تيم قال لي انا مش مصدق ان اللعيب ده بيلعب في مصر. صح. طبعا ابراهيم ضحك عليا قال ان هو ما كانش عنده عقد في الاهلي وبتاع، ولغايه دلوقتي بيقول ان هو ما كانش عنده عقد. والله كان عادي ناشئين، والله يا ابن اللذين، والله بتكلم بجد، كان ما هو مفيش، ما هو مفيش حاجه اسمها عقد ناشئين وعقد فريق اول، في حاجه اسمها استماره، كان استماره ما كانش عقد. طب مش هكلمك، لا بتكلم بجد والله مش بهزر، بس انا مش عايز اتطرق في الموضوع ده. بلاش مش عايزين نخش في مشاكل مع حد. اللي حصل على العموم، يعني جنت كانوا هيموتوا على ابراهيم سعيد، وللاسف الموضوع ما مشيش قوي، يعني النادي الاهلي باع الجواب ان هو مرتبط بعقده ورجع مره ثانيه للنادي الاهلي. فاكر انت اليوم دوت لما احنا سافرنا جينا من ماتش ناميبيا على الطياره على طول؟ لا انا مسافرنا، انا كان نفسي اهربك من الاهلي. فكان عامل ماتش الاهلي والزمالك، ما انا كنت بحاول اعمل اي حاجه ان نحاول نضعف الاهلي ده شويه، عمالين يكسبوا كل حاجه، رغم ان ساعتها كان الزمالك الزمالك كان ابتدى يفوق في 2001 و2002، كان ابتدى يبقى عنده فرقه كبيره، كان في ابراهيم، كان في اسماء كبيره، كان في حازم امام، كان في اسماء. بعد كده بقى جات لك الفرصه بتاعت ايفرتون، تمام، ورحت ما اشتغلت مع ديفيد مويس، وانا عارف ان ديفيد مويس شخصيه صعبه قوي قوي بصراحه. قوي. طب انت يعني مش يعني ايه، مش من المدربين اللي تاخد وتدي معاهم، هو واخد الموضوع ما عرفش يوصل لقلبك يعني. عايز اقول لك حاجه، رغم ان هو اللي مكتشفني، ودي النقطه، هو اللي طلبك يعني. هو اللي طالبني وطالبني وعايزني، يعني لدرجه ان هو وصل للاداره انا عايز ابراهيم سعيد. ايوه. طب ايه اللي حصل هناك؟ انا ما اعرفش انت رحت هناك مثلا لقيت مثلا ايه؟ بص انا اول انت لقيت من اللعب اسرع منك، ولا انت فنيا كنت جامد خالص؟ لا انا على فكره انا رايح في الوقت ده كنت الحمد لله كنت متالق مع الاهلي، وكنت تقريبا بلعب منتخب مصر، يعني كنت في عزي. هو الوقت اللي انا ايوه ابراهيم قول لي، بص هو مدرب بيحب العيب، واللعيب ده راح بقى جامد في التمرين وفي الماتشات الوديه، اديني سبب ما يلعبش ولا دقيقه. بص اولا قعدني اربع ماتشات، او على فكره اليوم اللي انا يعني انا مثلا رحت ايفرتون مضيت، كان تقريبا انا فاكر كان يوم اربع وكان في ماتش الحد. انا عايز اقول لك حاجه، هو طلب البطاقه الدوليه بتاعتي وقعدني احتياطي، كان ماتش توتنهام، كان اول ماتش ده، كان ساعتها 16 لعيب بس اللي بيقعدوا، كان خمسه بس حاطيني. لا صح. والله كان ما كانش فيه 18 ده، فكان بياخدني من ضمن الناس اللي بيقعد احتياطي. قعدت ماتش توتنهام، وقعدت ماتش ارسنال، وقعدت ماتش تشيلسي، وقعدت ماتش مانشستر يونايتد، وظروف الماتش ما لعبتش. الا انت بقى بعد كده لما دخلت في مرحله بقى لك اربع خمس ماتشات ما بتاخدش ولا دقيقه، زهقت؟ مش زهقت يعني، بقيت بتمرن بقرف؟ لا خالص، بالعكس انا اول ما رحت اول فتره كنت ماشي. ابراهيم هو اكيد في حاجه، والله ابدا، ان لعيب بامكانياتك يروح هل موضوع ان انت سبخت شعرها احمر؟ لا ده موضوع
موضوع الصبغ الاحمر دوت على فكره ده في اخر فتره الاعاره لما انت كنت ضربتها في الاخر اللي هو بقى خلاص انا بلعبش اما في الوقت اللي حصل دوت كان على فكره كنت هلعب ماتش ليفربول وكان كنت هلعب اساسي رحت رايح تصبغ شعر احمر قمت هي بقى ما اعرفش ايه اللي حصل هو تقريبا ما كانش ربنا كاتب ان انا يعني انت مثلا ما فكرتش ان اللون الاحمر ده هيبقى لون ليفربول الناس هتتضايق لا خالص ما لان كنت يعني انت في الزمالك صبغت شعر ابيض شعر ابيض اه كنت فاكر ان الموضوع متفتح اكتر من كده مش احسن من شيك والله ده هم يا اولاد لذينه ده ليفربول ده بيموت وحصل على فكره موقف قريب برده كان حد في ايفرتون برده راح لابس تقريبا جزمه حمراء ولا لابس تيشرت احمر حاجه زي كده يعني في الفتره الاخيره مش فاكر مين كان لعيب لسه منضم اخير يعني كانت الاول موضوع متقفل شويه كان فيه عصبيه بشكل ايه اللي حصل في الوقت اللي هو ان هو انت الراجل كان بيعلق اول مره قعدت احتياطي ماشي بعد كده خد قرار بقى ان انا اتبرر الفرقه اه بينزلني مع السكند تيم وبلعب ماتشات وعايز اقول لك حاجه الحمد لله كنت بلعب ماتشات كويسه قوي ايه السر بقى ان ما بيلعبنيش ودي قعدت معاه اكتر من كذا مره قلت له انا عارف انا عايز افهم ان انا ما بلعبش دي طلع ان هو بيجهزني للموسم اللي جاي وده على فكره صح هقول لك بقى انا بتكلم انا بص انا بتكلم بموضوع الناس دي اول مره تتكلم اول مره اتكلم في حاجه زي كده معاك بتكلم بجد لاني عارف عشان توصل للناس انت تتكلم معاهم بتاخد وقت عشان توصل المعلومه للناس فهو جه اتكلم معايا قال انا بجهزك للموسم اللي جاي طب انا بس دي حقيقه خلي بالك اقول لك حاجه الناس ما تعرفهاش تمام احنا رحنا نتفرج على حسام غالي في ماتش فاينورد عشان نجيب حسام غالي توتنهام ومارتن يول كان قريب مني جدا هو داميان كومولي السبورت دايركتور بتاع توتنهام اول كلمه لما مارتن اتفرج على الماتش بتاع فاينورد قال لي اللعيب ده هيجي هيبقى كويس انا طبعا ببص التليفون عشان بطلع الهاشتاج بتاع اسكيما هتلاقيه عشان في ناس كتيره جدا متفاعله معانا الافات في اسكيما وده بيبين لك ان ابراهيم رغم ان الناس كتير ممكن تتكلم عليه وتقوله بتاع لكن الناس بتحبه الناس بتحب ابراهيم سعيد بتحبه عشان هو على طبيعته عشان هو شخصيته فالمهم ارجع تاني الراجل راح ايه قال لي ده هيجي اول 6 شهور انجلترا مش هيلعب ولا دقيقه رغم ان خلي بالك ايه هو ما كانش جاي من مصر كان بيلعب فاينل بقاله سنتين قال لي مش هيلعب ولا دقيقه وفعلا تصدق حسام غالي اول 6 شهور ما لعبش ولا دقيقه ولا قعد احتياطي ولا ماتش وكان حسام طبعا ابتدى ايه يتجنن بتاع حسام بس وانا كنت من العصبيه بس الميزه ان انا كنت ساعتها انا كنت دايما بقول له حسام اول 6 شهور مش هتلعب والسنه الجايه هتبقى لعيب اساسي وفعلا حسام السنه اللي بعديها كسر الدنيا انا بقول لك حسام ده شفته بيكسر الدنيا كان ماشي كويس كان ماشي كويس جدا ففعلا انت الناس اللعيبه مش فاهمه يا ابراهيم ان انت بتبقى محتاج وقت عشان تاخد الريتم بتاع الدوري الانجليزي الريتم خلاك مش سهل يعني انا اللي انفعني ان انا لما رحت توتنهام عارف ايه ان انا كنت جاي من روما وكنت رحت مارسيليا انت اتاقلمت خلاص انا اتاقلمت خلاص يعني الموضوع اتاقلم معاك بشكل اسرع شويه احنا خد بالك انا من يعني نوعيه انا وحسام بنحب نبقى في الملعب وانا وكله كله يعني مش بس انت اللي فارق معاك ما شاء الله ان انت رحت فكنت تلعب كنت خلاص يعني انت متعود على الاجواء بالنسبه لك مفيش صعوبات احنا على رايحين على العموم بص غير النصيب وبتاع ديفيد مويس فعلا مدرب صعب لا بصراحة يعني انا اقول لك صاحبي اندي فاندرمايلا مجنون كذا حالاتنا اندي كان لعيب كبير ولعب في الانتر ولعب منتخب هولندا رقم 7 بتاع منتخب هولندا وكان بيلعب معايا في اياكس طبعا لما راح ما مشيش مع ديفيد مويس خالص هو شخصيته غريبه بصراحه شخصيته صعبه مش ما بيعرفش ينزل مستوى اللعيبه برافو عليك ما بيعرفش يحتوي اللعيب وحصل مشاكل حتى تقريبا عمل مشاكل مع روني تقريبا مشاكل مع ناس كتير عمل مشاكل كتير جدا هو ما بيعرفش يحتوي اللعيب صح من النوعيه اللي هو انا كلامي ديكتاتوري شويه محتاج لعيب بعقل ايوه هو ديكتاتوري طيب الهاشتاج اللي عملناه اسك هيما في احمد دايموند بيسالك مين اكتر باك حبيت تلعب جنبه وائل جمعه طبعا وائل جمعه طبعا نجم كبير مين احسن مدرب لقيت نفسك معاه مانويل جوزيه مانويل جوزيه فعلا اكتر مدربين حبيتها طبعا مدرب كبير عرف يتعامل معايا بشكل كويس قوي مين اكتر حد وقف جنبك في الاعلام الرياضي للاسف يعني ما فيش حد وقف بس يعني تقريبا هو المسانده كلها جايه مسانده جماهيريه مش مسانده اعلاميه في شيخ امينيم بيقول لك اكتر حاجه مجنونه عملتها وفخور بيك جدا على التحول اللي حصل لك في حياتك الحمد لله اللي هو التحول اللي انا ابتدى يعني على فكره انت كويس انت معايا انت عارف ان انا متداين من زمان
لا انت فعلا بتصلي من زمان الحمد لله. بس حتى لو في حاجات غلط بس لا بتصلي. فعلا لا يعني سايب باب مفتوح بينك وبين ربنا الحمد لله. وكنت على فكره في عز الوقت اللي برضو بس احنا برضو الوقت اللي احنا كنا فيه عايشين فيه شباب صغير طبيعي ان انت هتعيش حياتك وهتخرج وتسهر وهتعمل حاجات كتيره جدا هتبعدك شويه. يعني انت اللي انت بتكتبه على تويتر ده والاداء والله ده مش تمثيل. لا لا خالص يعني انا مش هرسل على ربنا يعني. صح. وفي عشان في ناس ممكن تبقى فاكره لان الحمد لله الناس شايفه في الفتره الاخيره فعلا من ساعه ما اتغيرت يمكن بقى لي دلوقتي داخل في 3 سنين شايف ان الحمد لله ان الدنيا ابتدت توصل للناس بشكل كويس ابتدت الحمد لله الامور تتفتح بالنسبه لي انا نفسيا معنويا. مريت بظروف صعبه كتيره جدا مفيش حد وقف معايا غير ربنا سبحانه وتعالى دي بجد. ف يعني ده اللي عمل لك النقطه اللي انا توقفت عندها. لا انا دلوقتي لازم لو في حاجات غلط لازم ابطلها. مظبوط. لازم دلوقتي اقرب من ربنا اكتر. طبعا احنا مش برنامج ديني بس, بس يعني الناس كلها عايزه تسمع. هو دي هي دي حاجه ما بينك وما بين ربنا من الاخر. على يعني طول ما نيتك خير. وكمان في نقطه انت ميدو كمان انت برضو يعني الحمد لله معاشرني. انا بحب الخير لميدو وبحب الخير للناس كلها بصراحه. عمرك ما فطول ما بتحب الخير للناس فبيجي لك الخير حتى لو عندك مشاكل في حياتك وده وارد في الحياه ان انت بتمر بمشاكل. بس طول ما انت بتتمنى الخير للناس وبتحب الناس وما بتحقدش على حد خالص. ولما بتشوف حد ربنا كرمه في حاجه ما تبقاش متضايق. ربنا دايما بيفضل فاتح لك السكه. صح. فالحمد لله يعني فشايف ان في التغير اللي انا وصلت له دوت الحمد لله بقرب ربنا. ولما ربنا حتى لما انا قربت فبيقول لي بص يعني لو بمعناها يعني انت قربت لي قرب لك مش قرب لي قرب لك قرب لي يعني هفتح لك. فالحمد لله الدنيا اتفتحت وعلاقتي حتى مع الناس في الشارع بقت علاقه تحس ان يعني ايه بقى في حب كده يعني الناس مبسوطه بيك الحمد لله. وعلى فكره برضو انا عايز اقول لك ان الفيدباك او رد الفعل من عملك كاعلامي كويس جدا الحمد لله. لان انت من الناس اللي بتعرف تتكلم وبتعرف توصل. خلي بالك ممكن يكون حد بيفهم ما بيعرفش يتكلم. صح مظبوط. فانا شايف ان انت ان شاء الله هيبقى ليك مستقبل إن شاء الله. كبير جدا في حته التحليل. بس انا بكلمك بصراحه ومش بجاملك والله ميدو والله بجد يعني شوف انت ممكن يكون في فرق سنه بينه وبين بعض مش كبير بس انا انت من الناس اللي انا بحب استفاد منها دي حقيقه. مش بجاملك والله ربنا يخليك. لان انا فعلا بحب ميدو كشخصيه لان انا اتعاملت معاك واحنا صغيرين والحمد لله عمرنا ما اتغيرنا طبيعتنا هي اسك هيما بدر بيقول لك احكي لنا موقف النضاره بتاعت ماتش الاهلي بالتفاصيل. دي ايه بقى موضوع النضاره؟ بص هو كان دي نضاره بتاعت ادجار ديفيز تقريبا. والله ده انت نزلت جبتها من اوكلي. بقول لك لو انت نزلت جبتها من عمك كامل يا ابن اللذينه هم اللي جابوها لي والله العظيم. يعني في شركه قالت لك الشركه هي اللي قالت لي. يعني الموضوع كان موضوع اعلان يعني. كان اعلان وخدت فلوس فيه وكان ما لعبتش فيه. بس برضه شهرتهم. مش اتصورت بيها؟ ما اتصورت. انا خدت يعني نصبوا عليه. خدوا خدت يعني خدت بس لو كنت لعبت كان الموضوع مختلف. ايه اللي حصل؟ رحت لابسها نازل هم اتكلموا معايا الشركه قالت لي لو لعبت دي بالملعب في الملعب بيها يعني اتفقوا معايا على هنظبطك ظبطه حلوه يعني. فالمهم ايه الحمد لله في الفتره دي كنت نجم مصر كنت الحمد لله. فانا ساعتها قلت لهم انا عايز العب بالنضاره ديت وقفشت. كنت بلعب في الاهلي يعني. كنت بلعب في الاهلي وكان النهائي كان نهائي سوبر افريقي. فالمهم قفلت في دماغي. فالمهم ايه انا كنت عامل حسابي كان انا فاكر كان تقريبا وليد صلاح هو اللي راح بلغ يعني قال الحقوا ده هيلعب بالنضاره راح كدوره ككابتن فرقه كدوره ده وارد على فكره مش بزعل يعني. فهو انا قلت لهم ان انا هلعب بالنضاره اعمل فجاه فانا كنت هخبي النضاره في في الشارع وهنزل وهم عامل ايه حطيتهم تحت امر تفاجئهم اعمل لهم مفاجاه انت لازم ايه يعني بص هخليهم تقريبا جوزيه كان هيشد شعره في الوقت ده. جوزيه طبعا قال لك انا عريس فقالوا ايه وصل لهم الموضوع جم قالوا لي والله العظيم جالي ايه انا مش فاكر تقريبا على ما اعتقد كان كابتن حسام بدري او كابتن مختار مش متذكر بالظبط مين اللي كان جه فتش الاوضه والله بتكلم بجد الاوضه في فتش الاوضه في الاستاد في الاستاد ففتش الاوضه فبيبص لقوا الايه النضاره واخدها في الشنطه. فالمهم ايه خدوها قالوا لي مش هينفع تلعب بيها. قلت لهم ليه انا عايز العب بيها الماتش. فالمهم ايه جوزيه برده خد بالك من المدربين الجد اللي كان شاطر وذكي. فجوزيه عرف الموضوع قال لهم بس يبقى في مصيبه سودة ابراهيم سعيد عامل مصيبه سودة. فالمهم ايه قفشت في الموضوع. فهو جيت عامل كانوا مخبيين على جوزيه هم راحوا قالوا جوزيه ان ابتدى الموضوع يتطور ما بيني وبينهم. فهم رايحين لمين؟ لمانو جوزيه قالوا له ده ابراهيم عايز ايه عايز يلعب بالنضاره. فجالي بصراحه قال لي بص احنا عندنا النهارده مباراه نهائيه فاهم ايه الجماهير فالموضوع ايه مش مستعد. قلت له انا متحمل المسؤوليه لو خسرنا
انا كنت جريء قوي في الموضوع ده. فقلت له لو خسرنا انا متحمل الهزيمه، ولو عايزين تبطلوني كوره هبطل. طب ليه كده يعني؟ والله حط كل الضغط ده على نفسك ليه؟ والله عملت ماتش حلو. ده الماتش ده خلص كام؟ 3-0. ده اتغلبنا احنا الزمالك؟ لا كان سوبر افريقي. الزمالك كسب ولا الاهلي؟ الاهلي كان الاهلي. كان كسبنا تقريبا ثلاث جوان بتوع خد بيبو في المباراه دي. فجاء قال لي بصراحه، قال لي بص عشان الماتش صعب، قال لي لو احنا كسبانين هاجي اديك ايه؟ والله بص هقول لك موقف. طب هو ادجار دافيدز عنده مشكله في الشبكيه. انا بقى كان عندي بص انت بقى عندك مشكله في المخ الداخلي. الراجل التاني عيان. شبكيه داخليه مش فاهم. انت عارف ان ادجار دافيدز ما بيحبش حد يهزر معاه في الموضوع ده ابدا؟ لا ما بيهزرش. انا مره في التمرين انت عارف هو كان بيلعب معايا في توتنهام. انا عارف. مره في التمرين كان حبيبك على فكره. مره في التمرين خدت منه النضاره. مش خدت النضاره، خدت النضاره من الاوضه. هو عصبي. ونزلت بيها الملعب. ولبستها. والعيال ابتدت تضحك وبتاع. فلقيت لك ادجار دافيدز ده جاي بيجري عليا بيقول لي اتس نوت ا جوك امسك امل. انا انا كان بيتضايق من الموضوع ده. ما بيحبش حد يهزر معاه في الموضوع ده. هو عصبي جدا اصلا، وكمان خد بالك برده كان من اللعيبه الكويسه. المهم خليني اخش في الموضوع. فجه قال لي ايه؟ والله العظيم فجه قال لي بص لو احنا كسبانين هديك ايه؟ هديك النضاره اللي احنا بنلعب بيها. المهم جينا ايه في الشوط الثاني الحمد لله كسبانين 3-0. كل شويه انا سايب الملعب وعمال تقول له رايح له انا عايز النضاره. رايح له على الملعب مثلا الاقي الكوره بعيده والله الماتش شغال. قام رايح له ايه؟ فين؟ المهم ايه والله جت في اللقطه فلقيتهم ايه مش عايزين يدوهاني ومخبينها مع مين؟ مع امير عبد الحميد. قلت لهم انا عايز اطلع. فقلت لهم قمت خارج على الملعب وقمت بخرج رجلي كده بالظبط خط. قلت لهم هخرج لو النضاره دي ما جاتش هحط جون في نفسي والله العظيم. والله او ايه اول ما يعني لسه قبل ما يصفر الحكم بدقيقه قوم اديني هات رحت لابسها. قمت لابسها واتصورت بيها. المهم السبوبه تخلص. لو كنت لعبت بيها كانت القفشه هتبقى حلوه. بص هو الاستفاده من الموضوع ده ان في مدرب يقدر يتعامل معاك. نفسيا جوزيه طبعا كان ذكي. لان خلي بالك ممكن مدرب تاني يصطدم بيك قبل الماتش ويطلعك بره تركيزك. ممكن مدرب يقول لك مش هلاعبك. ولكن حصلت معايا على فكره في مواقف كتيره جدا لما كنت بسبغ شعر على فكره في الاهلي وكانت مشاكل حصلت. بس الحمد لله كان في الوقت ده لما كنت بلعب كنت بطال. ايه تاثير الكابتن جوهري فيك الله يرحمه؟ الله يرحمه طبعا. لا كابتن جوهري بص يعني هو يعني من الناس اللي فعلا يعني انا بصراحه توقعت ان انت هتقول الجوهري مش جوزيه. لما سالتك مين اكتر مدرب اثر فيك؟ كابتن محمود جوهري مش ما شاء الله من يعني اللي ما اتمرنش مع كابتن محمود جوهري ما اتمرنش كوره. صح. كشخصيه وبيعرف يحتوي الاب وبيحتوي بيحتوي اللاعب كويس وبيعرف ينزل لدماغ كل واحد. بص وما انكرش برده ان هو وقف معايا ساعه المشكله بتاعت بلجيكا دي. طبعا. وحد مصر كلها والحمد لله قدر ان يكسب الرهان اللي هو رهنوا عليه والحمد لله كسبنا احنا في المباراه دي بالهدف بتاعك. دي كان اول هدف ليك مع المنتخب صح؟ هي كابتن جوهري كان كابتن جوهري خلي بالك يعني الموضوع جاي له قدام اسطوره. لا كان جاي له قدام اسطوره مصريه بصراحه. كان جاي له تحدي قدام الاهلي جاي على هواه قوي واتعمل عليه واتعمل عليا حمله جامده جدا في الوقت دوت. على فكره خد بالك كان بياخدني في طريق البيس. كان طريق البيس دوت كان بياخدني فيه وبص بيطلع عيني كان بيطلعني جبال. قال لي عشان لما تيجي تظهر يبقى انت قد التحدي. فقعدت بالظبط 3 شهور موقوف في الاهلي موقوف ما بلعبش. انا ما بتمرنش غير مع كابتن جوهري لدرجه ان انا كان في اوقات كان هو بياخدني في احد يعني ملاعب معينه في دار معينه دار شهيره جدا كان بيخبيني جوه. بتكلم بجد كان بيخبيني عشان ما حدش يشوفني. كابتن جوهري وفي نادي الشمس برضه كان بياخدني. فهو بصراحه يعني من المدربين اللي انت تحب تتعامل معاهم بكلمه هو اسطوره. وكان في ميكس حلو او في توازن حلو. هو بس مشكلته كان في الاكل بصراحه يعني. الله يرحمه. الله يرحمه. بيطلع عينينا في حوار الاكل ده. صح. شويه الرز الصغيرين دول كان بيوزننا كل يوم. كان مفيش يوم. بس خلي بالك دي المدرسه بتاعتهم بتاعت زمان حلوه. بس كان في الوقت ده بقى يعني عارف ما هو كان خلي بالك زمان مفيش لا قياسات ولا اجهزه ولا بتاع. فالحاجه الوحيده اللي يقدر يحس بيها هي الميزان ان انت فت ولا فاكر انت الموضوع بتاع العريس والعروسه ولا مش فاكر لما كسر الاوضه؟ ده العريس والعروسه ده لما انت خدت اكل العريس والعروسه. كلكم عرفتوا انت. انا ماليش دعوه انا مشيت. بس انا عزمتكم عزمه حلوه. انا لقيت واحد داخل لي بعربيه مليانه سمك وجمبري. وهو اتعلم انت قلت غبي يعني باين قوي ان انت مش عريس. باين يعني لابسين لبس المنتخب. هو الواد كان عايز يوديك في داهيه. لا هو يعني انت عارف دول بيبقوا يعني ايه غلابه فمش واخدين بالهم. قال لي حضرتك العريس؟ قلت له العريس يا عم. ايه بيني وبينك هو جه في وقت
كنا جعانين جعانين والسمك حلو كان شفت كان عامل ايه كاتن جمبري ما شاء الله تحس انها جايه من امريكا بس انت رايك العريس اتاثر بان هو ما خدش اكل تقريبا ايه طلع بعديها يعني العريس اتاثر ولا هو تقريبا ولا كان كويس الدخله راحت عليه خلاص نعم الفسفور ده ما شاء الله كان ما شاء الله كان استاكوزا وجمبري وكباري تحس ان خيرات البحر كلها جاي تحس ان هو جاي عارف مركب جوه كابتن جوه كان يمشيك من المعسكر ها اه وحصلت مشكله على فكره كان على فكره ده كان قبل الموضوع مالي يعني انا في الوقت ده على فكره حصل تاتش كذا ما بيني وبين كابتن جوهري كانت البدايه كانت الموضوع ده آه. دي كانت البدايه اللي هي موضوع العريس والعروسه لا البداية ده. لا معلش لا هقول لك انا بقى البدايه ان في مجموعه لعيبه داخل المنتخب طلبوا من كابتن جوهري ان انت ما تسافرش معانا مالي اصلا لو انت تفتكر اه صح ساعة ماتش اقول لك ماتش ايه؟ مصر وبوركينا فاسو اللي احنا كسبناه وانا جبت فيه جونين في استاد القاهره اه صح اتخانقت انت مع اتنين لعيبه في الملعب فاكر صح؟ صح اللعيبه دي راحت مع كابتن لكابتن جوهري والكلام ده انا بقوله يعني ما حدش يعرفه راحت لكابتن جوهري وطلبت ان ابراهيم سعيد ما يبقاش موجود معانا صح وبعد كده لما حصلت المشكله هناك في الجزائر برضه حصلت مشكله حصلت الجزائر وبعد كده اعادوا مره كمسال مايونيز اعادوا مره ثانيه بان انت تمشي صح وانا رحت الكابتن جوهري الله يرحمه وقعدت معاه وقلت له ما ينفعش وهيروح في داهيه وده الموضوع ده بالنسبه له هتبقى نهايته وكذا وبتاع وكابتن جوهري في الاخر اصر ان انت تمشي كان حظنا سيء جدا ان اللي لعب مكانك هاني سعيد صح وهاني سعيد بعد اول ماتش اتوقف منشطات مظبوط صح فقلعنا ملط صح ما ساعتها اصلا ما بقينا ما فيش لا ساعتها المنتخب خرج ما وصلش للدور الثمانيه لا ما وصلتوش يا عم وصلنا لا ما وصلتوش والله وصلنا يا عم دور الثمانية واتغلبنا من الكاميرون صح صح باتريك امبوما آه اللي صح. جاب اللي جاب الجون بس اللي اكتر واحد جننك حسني احمد صلاح حسني احمد بص يعني احمد حبيبي جدا وبرده يعني انا سعيد بالنجاح اللي هو فيه بصراحه يعني هو ان هو مجتهد طبعا وكممثل اتحسن وما وقفش عند مثلا ان هو انا لعيب كوره يبقى خلاص انا لعيب كوره ممكن ساعات ممكن ما يبقاش ليك نصيب في مكان رغم ان هو كان لعيب كويس جدا وكان اضافه يعني كان مع المنتخب ومع الاهلي كان عامل شغل كويس قوي الغريب في حسني ايه دلوقتي ان هو ما بيحبش يتكلم على الكوره خالص هو اندمج بقعد معاه اقول له لا 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 مش عايز صح غريبه خلاص هو بقى اندمج في حته ولقى ان الحته ديت هو لقى نفسه فيها تمام هو شغال فيها حلو هو شغال ما شاء الله فيها وداس على نفسه انا بحب احمد خد بالك احنا متربيين مع بعض و نفس السن انا تقريبا كنت يعني بروح ابات عنده على طول هو كان بيجي يبات عندي فالحمد لله ما بيني وما بينه جو عشره عمر كبيره وكمان احنا بداناها من واحنا صغيرين يعني اول صعود ليا كان احمد صلاح هو اللي صعد قبليا وانت بعديه على طول وانا بعديه يعني احمد صلاح طلع وانا بعديه على طول فتقريبا احنا بداناها من تحت وطلعنا مع بعض صحيح وهو كان لعيب كويس جدا وكان هداف على فكره يمكن في ناس كتيره جدا كانت بتختلف عليه بس احمد كان ما شاء الله كان هداف الناشئين ولما كان فريق اول كان برده هداف كان ولعب منتخب مصر وبعد كده راح شتوتجارد هي اللي فرقت معاه تقريبا نقطه التحول لما راح شتوتجارد ورجع للاهلي وهو كمان احمد عيني جاله اللي هي بتاعه الملاريا دي تقريبا جاله ملاريا ودرجه حرارته فضلت 40 دي اثرت معاه فضل 3 شهور عيان كان لسه رايح كان لسه رايح جاي صح من اكتر الحاجات بقى اللي جننتني اللي انا لغايه النهارده مش لاقي لها تفسير نهائي انت ليه كنت بتحط ملح وفلفل على الشيشه؟ ملح؟ يعني كنا بنقعد ساعات نشايش تروح حاطط ملح وفاتح الحجر وحاطط ملح وفلفل فيه غلاسه كان احساسك ايه يعني؟ غلاسه طب شفت مين بيحط ملح وفلفل على الشيشه؟ والله ما اعرف ايه كانت ضربه من دماغي جدا يعني طب كانت بتغير طعم الحجر مثلا؟ كانت بتعمل لها والله كده تحس انت بتشرب معسل ايوه طب فكرت فيها ليه؟ والله ما اعرف هي كده طب ما تطلب معسل ما بحبوش فكنت تطلب مثلا حجر تفاح وتحط عليه شويه ملح وشويه فلفل اه لازم ما اعرفش ايه السر والله بس بجد كان حاجه ممتعه طب انت انا عمري ما شفت حد عمل كده قبل كده يعني دايما الواحد لما بيعمل والله بص هو انت عارف الفيديو انت عارفني اللي بيجي على دماغي بعمله طب انت عايزنا نقول عليك عاقل بعد الموضوع ده لا مش عاقل ما الجنان حلو على فكره مطلوب احسن لان بص بيجي لك وقت بتبقى نفسك تعمل حاجه مطرقعه لان الجو المطرقع ده برده على فكره طالما ما بتضرش حد بالك يعني انا مثلا حتى مثلا ما بهزر مع ميدو فانا عارف الحدود اللي ما بيني وما بين ميدو بهزر ازاي فما بتخطاهاش لان انت مطلوب منك برضو ان انت تغير المود بتاعك فلازم تعمل حاجه مترقعه مش مترقعه مثلا ان انت نازل بعربيتي لا ممكن مثلا انت دلوقتي زهقان مثلا ممكن تقوم واخد عربيتك ومسافر
فتملي غير المود. اه هو تغيير المود ده حلو وبيعمل لك ريفرش في الحياه في العموم، بيخليك تبدا بخطوه جديده بشكل مختلف. كل الشباب اللي بيتفرجوا علينا، كل اللي بيتقال ده غلط يعني، كل اللي بيتعمل ده كان المفروض ما يتقالش يتعمل، عشان ما حدش يعني الزمن اختلف. الموضوع ده لا ما حد يعني يسمعوا مننا دلوقتي. برضو الشباب عندهم يعني عندهم وعي اكتر يا ابراهيم، لان دلوقتي خلاص الدنيا على السوشيال ميديا مفتوحه، بتقدر تشوف ايه الصح والغلط، المعلومات بتاخدها من على النت. صح صح يعني الدنيا ما الدنيا دلوقتي مفتوحه بشكل بشكل اكبر. طبعا انا متاكد ان الحلقه دي هتبقى حلقه كبيره وهتبقى حلقه حلوه، الناس كلها ان شاء الله هتتبسط بيها. وانا بشكر ابراهيم ان هو وافق ان هو يطلع معايا. شرف ليا يا ميدو، انت عارف انت اخويا وده حاجه شرف ليا. انت من الناس اللي ليها اسم كبير وشخصيه جميله جدا، رغم ان في ممكن ناس كتيره جدا بتختلف معاك وبتختلف معانا، بس فعلا ميدو من الشخصيات الجميله جدا وطيب وصاحب صاحبه، وفعلا من النوعيه اللي قلبها نضيف. فانا عشان كده انا بحب ان انا ابقى معاك وانت اخويا. عايزين نعمل كام حاجه مجنونه بقى. طب يلا شوف بس والنبي اوعى. بس انت هتعمل قناه على اليوتيوب؟ اشوفك الاول طبعا، بتمنى لك التوفيق واشوف الموضوع يمشي ازاي، ولو عجبتني انت عارف انا بحب يعني بجد مش مجامله، بحب اشوف الاول الموضوع يعني. انا بتجرب فيا هتشوف ده انا لا 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 والله عارف ان بص انت ما شاء الله يعني من الشخصيات اللي بتحب تخش في حاجه بتنجح، والحمد لله طول ما انت بتتعب بتلاقي. انا بنصحك، فانا انا هشوف الموضوع وبتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقني. وفي الاول والاخر انا بحب اوصل للناس ستيب باي ستيب يعني. مفيش اسهل على فكره من اليوتيوب، هو حلو انك توصل للناس، بس عايز اشوف الموضوع هيبقى ماشي ازاي يعني. طب انت اخر سؤال بقى، انت تويتر انت حاسس ان هو اثر في حياتك؟ تويتر غير رجعك لوسط الناس، رجعني للناس وخلاني اتعامل مع الناس يعني. عارف غير لما انت كنت الاول ما كانش في حاجه كنت مالي، لما بيحصل موقف بتقوم مثلا رافع السماعه التليفون على صحفي عشان تتكلم معاه. دلوقتي انت دايركت ما بينك وبين الناس بتتكلم معاهم، سواء ممكن تنزل فيديوهات تنزل صور، ساعدك ان انت ترجع الاضواء مره ثانيه. لا فرق معايا بشكل كبير جدا بعلاقتي مع الناس حتى يعني. ابتدت الناس تقرب لابراهيم سعيد وانا ابتديت اقرب لهم، لان انا طبيعتي انت عارفني انا بحب الناس قوي يعني، بحب ان انا انزل واتمشى. الناس عرفت شخصيه ابراهيم الحقيقيه، عرفت شخصيه ابراهيم سعيد الحقيقيه اللي كان الاعلام كان موصل لها، وبعض الاشخاص كانت مقصوده في الوقت ده ان هم يشوهوا صوره ابراهيم سعيد. حبيبي ف... بتسمع ده راديو يا عم، طلع راديو. سمعنا حاجه عدله سمعك حاجه حلوه يا عبد الصمد. انا احب الاوساط ميوزك صح؟ انت شان ولا ايه؟ طيب سيبني والله. حبيبي حبيبي على باي. باي. بيس.